الو، اتفضل. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام، اتفضل. معايا وليد إسماعيل، معاك وليد اسماعيل، اتفضل. معك محمد من العراق شيعي. اتفضل. شيخ وليد، أقسم بالله أنا رجل إن شاء الله وعند كلام. سؤال واحد إذا أجبتني عليه والله الآن أتسنن، عايز بالإجابة والله حضرتك، عايز الإجابة اللي يعني أنت عايزها ولا تسمعني في الإجابة؟ أسمعك في الإجابة إن شاء الله. أنا مش عايز أقول لك احلف بكتف العباس ولا احلف بالزهراء. والعباس إذا أجبتني لا، الآن احنا عندنا أتسنن. الحلف بالله. طيب أسأل السؤال ممكن؟ اتفضل. طيب، في مسألة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسألة كتاب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، أليس عمر قال بأن رسول الله يهذي أو كلمة مشابهة إلها؟ حضرتك سألت السؤال، ممكن أنا أجاوبك؟ أي أوكي، تفضل، ماكو مشكلة. ماشي. هنحط بس افتراض بسيط. هو عمر طيب هيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يهزي ليه؟ يعني إيه اللي يخلي لا عمر أعلم، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يهزي؟ إيه اللي يخليه يقول كده؟ إما أن يكون يعلم الغيب، وده طبعا يستحيل، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، النبي صلى الله عليه وسلم مريض ولا يستطيع الكتابة الآن، فلذلك عمر قال هذا الكلام ولم يقل يهزي، بل قال غلبه الوجع. غلبه الوجع ليه؟ ما نسأل نفسنا ليه؟ يعني ليه عمر عمل كده؟ عمر لا يعلم الغيب، عمر لا يعلم ما سيكتب في هذا الكتاب، عمر لا يدري أهو كتاب صفحات ولا هو كتب. جميل. يعني عمر مش عارف ايه هي الوصية دي زي ما انتم بتسموها، فهل هي فعلا صفحات كلمات بسيطة ولا كتب؟ طيب ازاي انا بقى كإنسان دلوقتي بفكر؟ انت المفروض ان انت ليك عقل وانا ليه عقل. ال23 سنة قرآن وسنة الذي تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مشارف الموت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ائتوني بأداة ودواء اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي ابدا. يبقى الكتاب ده قد ايه؟ طب وهو ال23 سنة دول كانوا ايه؟ طيب الله بوجود عز كان وجل يعرف انه الرسول صلوات الله عليه واله وسلم انه يريد يلقي الخلافه لعلي بن ابي طالب صلى الله عليه وسلم. دي حقيقة ولا تخمين منك؟ احنا قلنا ان احنا لا، هنتكلم بإنصاف. هذا يا شيخ وليد، هذا الظاهر، لانه مش الظاهر. طب ما يمكن حديث كان الساعه هيكتبها الغدير، لأبي بكر الصديق. حديث الغدير يؤيد هذا الكلام. طيب جميل. او انت تعرف ان حديث الغدير، الله هو والي من والاه. معلش، انت تعرف ان حديث الغدير يبطل كلامك ليه؟ شلون؟ ازاي؟ اقول لك انا، لما النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بولاية علي بن ابي طالب، يبقى ليه تاني هيبلغ؟ ما هو بلغها خلاص، وكل لأنه اللي يعرف موجودين أنه زي ما انتوا بتقولوا، اسمعني بس، وكل الموجودين اللي انتوا بتقولوا، بعض ما يسمون الصحابة يمردون على النفاق. مين اللي قال الكلام؟ طب ما هم كده كده هيخالفوا النبي، وهم كده كده خلاص يعني اجتمعوا مع بعض زي ما انتوا بتقولوا انهم هيخيفوه، سواء كتب الكتاب او لم يكتب الكتاب، خلاص انتهت القصة. يعني واحدة هو لو واحدة كاتب ونشغل الكتاب مخنا، لأصبح علي بن واحدة أبي واحدة، طالب اسمعني كرم بس، الله وجهه واحدة هو واحدة الخليفة اسمعني بس، واحدة الشرعي واحدة واحدة للإسلام. واحدة 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 واحدة. غدير خم ديت كان حاضر فيها قد ايه من الناس؟ كثير. جميل. 120 ألف زي ما انت قلت، 120 ألف صحابي، ماشي. وال 120 ألف صحابي دول علموا أن علي هو الخليفة، ده على منهج كنتوا، على اعتقاد كنتوا، صح؟ أي نعم. الغرفة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها كم واحد؟ لا أعلم، حوالي عشرة؟ عشرة ثمانية. عشرة؟
نقول لا 10، قول 10. نقول 10، لو كتب لهم حتى الكتاب هيعملوا ايه بالكتاب ده ال10؟ طب ما هم 7 من ال10 انقلبوا على علي بكلامكم انتم، يعني الكتاب كان هيفيد في ايه؟ لا يعني مو كان هيفيد في ايه؟ خلينا نشغل مخنا، مش ناخد الكلام كده ونقوله لا لا خلاص. كان هيفيد في ايه؟ لا دول لا 7، ايه اللي يعني ايه الافاده اللي كان لا هيستفيد تأخذ فيها؟ يا شيخ وليد، كان ممكن يستفاد انه بتثبيت ولاية امير المؤمنين. يعني معلش، واحدة واحدة، يعني أنا دول 7، ما أنا قلت قدام 120,000 وانقلبوا عليه، هم دول 7 اللي هيثبتوا؟ لا أعلم. صح كده. طب حاجة بسيطة جدا، ال 120,000 انقلبوا على علي بن أبي طالب، إلا كام واحد؟ زي اللي دايما أنتوا بتقولوهم، عمار، سلمان، المقداد، أبي ذر الغفاري، صح؟ هل الأربعة دول كانوا موجودين لما النبي صلى الله عليه وسلم وسلمان أراد معهم كتابة كمان الكتاب؟ طبعا. جمعهم النبي، ماذا؟ من جمعهم سؤالك؟ النبي لما حب يكتب الكتاب؟ لا طب ليه لأ؟ ما ده معلش، يعني معلش استغفر الله العظيم، بس ده من باب الإلزام، ده من الذكاء. المفروض يجيب الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الناس اللي هم بقى ثقات، لان ايه الفرق ان انا اجيب الناس اللي هي اصلا شهدت لعلي بن ابي طالب بالولايه في غدير خم واحطهم هم واقول لهم هاتوا الكتاب؟ دي نقطه. مو النبي صلى الله عليه وآله كان يعني لا يعلم انه ممكن عمر بن الخطاب يمرض على النفاق، او ابو بكر ازاي كان لا او يعلم اصحاب وانتم الثقيفة انتم عموما. ازاي كان لا يعلم وانتم انتم اللي قلته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بنفاق ابو بكر الصديق ونفاق عمر؟ يبقى ازاي كان يعلم وازاي دلوقتي لا يعلم؟ طب خد النقطة التانية، انت تعرف حضرتك اللي كان بيكتب الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم مين؟ منو؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. علي رحم بن الله. ابي طالب لماذا لم يقدم الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح ولا مش صحيح؟ أكمل أكمل. علي بن ابي طالب هو، لو ما احنا نرجع شويه لصلح الحديبيه، علي بن ابي طالب اللي كان بيكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه ان هو كاتب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه لما بيقول اتوا اداه وكتاب اكتب لكم كتاب، يبقى مش النبي هو اللي هيكتب بايده، لا، ده الكاتب هو اللي هيكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا علي بن ابي طالب لم يقدم الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يكتب؟ دي نقطة تانية. النقطة الثالثة اسمها رزية الخميس، كانت يوم الخميس. طب عندك الخميس بالليل، عندك السبت، عندك الحد، عندك الاثنين، يعني عندك 4 ايام للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كرش دوله واتى بناس تانيين ويكتب الكتاب. لعل اختبار يكون لعلي ما هي ما بن فيش بقى طالب رحمه لعل الله. بقى، احنا خلينا نتكلم باصول. اصل انت هتقول لعل، فانا هقول لعل، انت هتقول لي لعل الكتاب لعلي، هقول لك لعل الكتاب لابي بكر. فخلي الاستنتاجات والعلل والكلام ده كله بره الموضوع، احنا بنتكلم دلوقتي بنصوص. وضحت؟ طيب يا سيدي، النبي صلى الله عليه وسلم عندكم انتم في رواياتكم لما بكى الحسن الله الله. والحسين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذان يا علي؟ من هذان يا علي؟ يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم عارفهم. طيب عندكم برضو في نفس الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمى عليه بتاع حوالي 5 مرات في نفس الوضع. طيب لو جبنا واحد ملحد ويسأل سؤال، الملحد سألك أنت كشيعي سؤال وهيقول لك كده: الله عز وجل عندكم يا مسلمين يقول: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فإن كان هذا الكتاب لابد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه، أن يكتبه، والله عز وجل تكفل بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الممات؟
هترد على الملحد تقول له ايه؟ طب هو نفس الملحد هيسألك سؤال تاني، أليس عندكم آية تقول اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ فهو الملحد هيقول لك كده، هل الكتاب الذي كان سيكتب من إكمال الدين أم ليس من إكمال الدين؟ إن قلت له مضمون الكتاب يا وليد، يا وليد مضمون الكتاب اتكلم به النبي صلوات الله عليه وعلى آله قبل في يوم الغدير، في عيد الغدير، عندما قال اللهم والي من والاه وعادي من عادى، هذا في كتبكم. ما كلمة والي، احنا مش هندخل في قصة والي ومش والي، لان احنا عندنا ما فيش حد من كتب اهل السنة الجماعة قال ان كلمة اللهم والي من والاه وعادي من عاداه او لست اولى بكم من انفسكم، قالوا بلى يا رسول الله، قال فمن كنت مولاه فهذا عليه. محدش قال ان كلمة مولى هنا بمعنى اولى، اي بنعمة، بمعنى الوالي، الخليفة، السلطان، الامير، الملك الى اخره. تمام؟ فالله المستعان. فخليك انت فهمك للحديث غير فهمنا الحديث. احنا دلوقتي في موقف نفسه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في غدير خم فبذلك أتم الدين، خلاص تمه، فلماذا بقى أراد استكمال الدين بالبلاغ تاني؟ مهم أن يكون بلغ أو لم يكن بلغ. والله عز وجل قال للنبي والله يعصمك من الناس، وعمر من الناس، أبو بكر من الناس، كل اللي موجودين من الناس. فليه النبي صلى الله عليه وسلم ما كتبش؟ يبقى كده واحد ملحد هيقول لك اما ان يكون الكتاب اكمالا للدين فالنبي لم يكتبه، اذا لا ليس عندكم اكمال للدين، يعني الدين لم يكمل، واما ان يكون كمل الدين بدون هذا الكتاب. فانت هترد عليه تقول له ايه؟ هل كمل الدين بغير هذا الكتاب ام لم يكمل الدين الا بهذا الكتاب؟ لا لا، هو شوف هو اكيد كمل الدين عندما انزل الله قوله اليوم أتممت عليكم، اليوم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعم. ورضيت لكم الإسلام دينا. هو أكيد تم الدين في نزول هذه، يعني ما معقول أن راح نقول الله كاذب حاشا. يبقى يعني الدين كمل. لعل أنه. أصل لعل يعني دي، بص لعل دي بتفتح باب، أنا ما ممكن أقول لك لعل. لكن أنت فكر في نقطة واحدة وعايزك تركز فيها جدا 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 جدا. عمر لما قال الكلام ده اقعد مع نفسك كده، هل كان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيكتب كتاب؟ طب كيف يعلم وهو لا يعلم الغيب؟ فهو اكيد ما يعلم. طيب يبقى ليه بقى يعترض اصلا؟ يعني ليه يعترض الا ان يكون فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا؟ نعم. فالمسألة واضحة. طب تعالى ناخدوها بقى بمسألة تانية. ايه هي تانية؟ واحد هيقول لك النبي بتاعكم والعياذ بالله جبان، بفهمك انت كشيعي النبي صلى الله عليه وسلم عندكم جبان. ليه جبان؟ لانه خاف من عمر ولم يكتب. هترد عليه تقول له ايه؟ لا، هو يعني كان مريض. مريض بس خاف. والله يعصمك من الناس. لا لا لا، يعني احنا ما نقول خاف، لكن هو غضب النبي فأمر الجميع بالخروج من المسجد. ماشي، أمر الجميع، خرجوا كلهم، وبعد ما خرجوا يعني هو لم يكتب الكتاب. طب يبقى لما يكتب الكتاب يعني إذا كان الكتاب ده من صلب الدين فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يموت قبل أن يكتب الكتاب؟ أسئلتك محرجة يا وليد. طيب أنا أعمل إيه أنت؟ ما أعرف والله. أنا ما بقول لك، بص هقول لك حاجة، معلش هي ممكن تكون تقيلة شوية لكن تفسيرها كويس جدا. عمرك ما شفت في حياتك مؤذن وهو يموت يؤذن؟ شنو؟ واحد مؤذن شغال مؤذن في مسجد بيأذن في المسجد وهو بيموت بيأذن؟ لا لا ما شفتهاش. ما قابلتلكش على النت؟ يعني ما قابلتلكش على النت ابدا واحد حافظ للقرآن. لا لا يعني الكريم وهو بيموت بيقرأ قرآن؟ اي كثير كثير، بعضهم يموتون وهم. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من همه على الاسلام والايمان والكلام ده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذه الكلمات، والا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليموت حتى يكتب هذه الكلمات، حتى وان كان في ابو بكر او عمر او علي ايا كان بقى. نعم. فالمساله واضحه.
ولكن للأسف الشديد أنتوا أخذتوها معنى يهجر أي يهذي. إزاي النبي يهذي؟ إزاي يهجر؟ مع أن عمر بن الخطاب ما قال يهجر. عمر بن الخطاب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع. أنت عارف بالضبط زي إيه كده؟ زي مثلا لما يجي أب يموت وعنده مثلا أطفال أو عنده رجال بنات ورجالة، فعندهم بيقولوا إيه؟ هتقول يا مثلا أدواء دواء أكتب لكم مثلا إيه الميراث. فانت هترد عليه والله هتقول له طب ما موجود في كتاب الله عز وجل، هتقول له طب ما موجود في كتاب، ريح انت بس كده، والله موجود في كتاب الله عز وجل. هو انت كده يبقى انت منعته انه يكتب الميراث؟ ما منعتوش، انت تشفق عليه. ولكن للاسف الشديد عشان انتوا واخدين موقف من عمر بن الخطاب، فتظنوا ان كل مواقف عمر بن الخطاب كلها حقد على النبي، كلها منع للنبي، مع انك انت لو قلت منع النبي وكأن عمر اقوى من النبي. طيب انت قرأت، انت قرأت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع عمر؟ لا لم أقرأ. قرأتش ان عمر بكى وجسى على ركبتيه وقال والله من قال ان محمدا قد مات اضربه بسيف هذا؟ هذا في كتبكم يا سيدي. ما في كتبنا، احنا قلت لك انا في كتبك. هل انت طب قرأت في كتبك ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه قال كان يدعو الله عز وجل أن يموت على ما مات عليه عمر؟ طيب ممكن سؤال؟ تفضل. أنت قاعد تحكي يعني هسه على عمر وعمر وعمر، يعني تقريبا يعني بعد شوية تضعوا بمكان الله. مين اللي قال كده؟ أنت اللي بتسألني عن عمر، هو أنا اللي جبت سيرة عمر، أنت اللي بتسألني عنه. لا لا توك 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 قبل شوية قلت عمر قال هيك وعمر سوى هيك، توك قبل شوية. لكن سؤال سؤال، عمر مو كسر مولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام، كسر ضلعها؟ هقول وهذا لحضرتك في حاجة، كتبكم من رواية مصنف ابن أبي شيبة. هقول لحضرتك حاجة، أولا يعني أتحدى، بلاش أنت، أتحدى معمميك أن يأتوا برواية حتى صحيحة من كتبك أنت، مش من كتبنا احنا كمان، بل من كتب كتبك يا سيدي، عشان ما تقولش بس. أتحدى أي معمم يأتينا برواية صحيحة أن عمر كسر ضلع الزهراء، يعني غير صحيحة؟ ولا صحيحة عندكم ولا صحيحة عندنا أصلا، وإحنا عندنا ما عندناش الكسر ده خالص. ورواية مصنف طيب ابن أبي شيبة لا تصح أصلا، وبعدين مصنف كيف لا تصح؟ رواية مصنف ابن أبي شيبة ما فيهاش كسر أصلا، أنت جبت منين إن هي فيها كسر؟ طيب ممكن تثبت لي؟ اثبت لك يعني على ايه؟ هذا ليس عفوا يعني ليس من باب التحدي، يعني انا اتحداك، لا لا من باب العلم، انه هاني علم الي، لان انا لا اعلم حقيقة ده هي كانت، انا ولكن انا حسبت لك اعلم انه الاول من صح، كتبك بشيء بسيط، لكن حسبت لك من ممكن كتبك ايه الاول بشيء اتمنى بسيط. اكو اثبات. اولا اذهب للمعمم اللي عندك، اي معمم كان، وقول له من اول من روى قصة كسر ضلع الزهراء؟ هيقول لك سليم بن قيس. قول له يا سيادة المعمم، هل سليم بن قيس حضر الواقعة؟ هيقول لك لا. قل له شكرا منك. لكن ثقة وثقوه علماء، في فرق ما بين وثاقة سليم بن قيس، وفي فرق ما بين ان هو روى عن ده، يعني حضر القصة، حضر القصة، يبقى بس لازم هو لابد لم يحضر، لم يحضر. هو لم من يحضر، الذي حكى له القصة؟ هو نقل، نقلها من مين؟ ما اعرف، لكن ما هي انا المشكلة اللي هنا، اعرفه نقلها. المشكلة من هنا. يعني انت اسمك ايه؟ أنا محمد. انت محمد دلوقتي عندك دار في العراق، تمام؟ نعم. ووليد دلوقتي قاعد في مصر، وقال حدثني، او بلاش حدثني، انا اقول خلاص محمد، دار محمد والعياذ بالله في العراق تحترق الان، تمام؟ أي. صح كده؟ أي. فناس واحد كده عنده أي. عقل هيقول لي يا وليد انت موجود في مصر، انت عرفت منين ان دار أي. محمد والعياذ بالله تحترق في العراق؟ أي. يبقى لازم تثبت لي ان انت فعلا شاهدت دار محمد وهي تحترق في العراق. ده احنا الاتنين واحنا في زمن واحد في وقت واحد، ماشي؟ لكن فما أي. بالك بقى ان اصلا وليد لم يحضر محمد اصلا. ما أدري يعني بعد، أنا أعرف اللي وصلنا من مشايخنا وعلمائنا أنه
يعني نقلها عن أناس ثقات، ما نقلهاش عن حد، سمعت هي هذا أصلا المنحرف موجودة في المنحرف كتاب، هذا. موجودة في لا كتاب أنا سمعتها سليم بن فقط. قيس، كتاب أصلا سليم بن قيس علماء كتير قالوا إن هو مكذوب عليه. طب هو استنى أنا اللي تكلم هسمعك على حاجة، سليم، هسمعك حاجة على بنفسك سليم كده. بن قيس، هو فقط هذا الضال كمال الحيدري اللي أخذ الفلوس أيوة من تمام. لا ومش كمان الحيدري كمان، الكثير من علمائك اعترضوا على كتاب سليم بن قيس وقالوا أنه منحول عليه، يعني مكتوب زور عليه. طب هل إحنا بقى عندنا أهل السنة يا جماعة هناك حديث واحد قال بكسر ضلع الزهراء؟ لا. نعم. طب أنت تعرف إن كسر ضلع الزهراء بيطعن في شرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ شلون؟ هقول لك إزاي. أولا أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بأنه يصبر، صح؟ علي. أي نعم. تعرف إن الوصية دي أصلا مش موجودة في كتبك إن هو يصبر على ضرب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها؟ هاي قوية، شلون منين لك هاي رحمة الوالدي؟ أهو روح اسأل موجودة المعمم الوصية. قول له لو سمحت، قول له لو سمحت اديني الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم التي كتبها لعلي أو قالها لعلي أنه يصبر على ضرب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. يعني دي لا نقطة. موجودة هذا الكلام؟ إيه؟ هذا الكلام ما موجود يعني مال الوصية؟ مش موجود أصلا. أنت عمال تردد وخلاص، لكن هل هو موجود؟ مش موجود. نروح للنقطة التانية. لو سألتك بكل إنصاف علي بن أبي طالب يعلم الغيب ولا ما يعلم الغيب؟ يعني يعلم أن عمر أتى بالحطب هو قنفذ وأتوا إلى الباب ولا لا يعلم؟ لا هو شوف، هو ما يعلم الغيب المطلق، لكن يعلم ما أطلعه الله عليه. جميل أوي. طب خلاص أنا هتنازل عن السؤال ده، ولكن السؤال الأهم عندكم في أي. رواية سليم بن قيس اللي هو بيحكيها أن عمر قعد ينده على علي، قعد ينده على علي ويقول له يا علي يا علي وتعالى ومش عارف إيه واطلع لنا ومش عارف إيه والكلام ده، ما طلع لهمش علي ليه؟ ملتزم بالوصية. ما هي فين الوصية؟ يعني هو انه وصية اللي مكتوبة لي يا علي لا تطلع وتخلي مراتك تطلع ما أدري. ازاي؟ ما هو لا خلينا بالعقل، ازاي في يعني انت تتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا علي اذا اتاك عمر على باب الدار فجعل فاطمة تكلمه وانت لا تكلمه؟ طيب أكمل أكمل. ما ينفعش. طيب دلوقتي انت سمعت مراتك والحطب وبتحطه قدامك وقعدوا يقولوا لك اطلع ومش عارف ايه، تعرف ان في نفس الكتاب ان فاطمه رضي الله عنها ارضاها، وطبعا هي قصه مكذوبه ولكن انا بقول لك على كمان القصه المكذوبه، كانت تستغيث وتقول يا ابتاه يا رسول الله. ازاي كانت تستغيث تقول نعم. يا ابتاه ويا رسول الله والمفروض انها عارفه ان دي وصيه، فليه ما صبرتش هي كمان؟ أنا شوف، أنا متابع لك مقاطع، يعني كلامك فيه عقلانية حقيقة، يعني على مود نكون منصفين، وكلام يعني أغلبه، يعني أنا راجعت وراك إنه أغلب كلامك صح، طيب لكن قول لي، طيب بالله يعني عليك، يوجد في القلب يعني بعض لا أعلم ما طب أعرف يعني. ازاي؟ طب بص هقول لك، شوف الوصف الكاتب وصل لفين. انت شفت الفيلم بتاع ياسر؟ مع الشيخ ياسر الحبيب، مولاتنا فاطمة الزهراء. اه لا لا هذا يعني لا هذا انا عايزك حقيقة بس تشوف يعني، المشهد بتاع الكسر ده، يعني الشيخ شوف هو المشهد. الشيخ أمير القريشي رد عليه وهذا وبين ماشي. لا انا الجهل عايزك هذا تشوف المشهد. انت تعرف والجهل صوروا علي ياسر. ابن ابي طالب ان هو بيعمل ايه؟ اي لما كان أنا حتى عمر، ما شفت الفيلم. بص انا هقول لك على المشهد، المشهد جايب ان عمر بيحط الحطب وبعد كده ولع في الباب وبعد كده دخل من الباب، الباب فيه مسمار أنا فدخل في صدر فاطمة. شفت مقطع صغير إنه جسمه ماشي انا بحكي لك يعني بس اللي جسمه حصل. انت تعرف علي ابن ابي شكل طالب كان فين؟ فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، وهذا طبعا يعني رد عليهم الشيخ أمير لا انا القريشي. بس هصور لك المشهد، تعرف عمله في علي بن ابي طالب ايه؟ لا خلوه في المشهد ده اللي هو صناع المشهد يعني صناع الفيلم خلوه ان هو بيصلي. وقول لي بالله عليك ده وقت صلاة؟ لما مراتك بتتضرب بره ده وقت صلاة؟ طب انتوا جبتوا اصلا الصلاة دي منين؟
يعني في أي رواية ذكرت أن فاطمة كانت تضرب وعلي يصلي؟ لا أعلم. طيب شيخ وليد، تفضل. أنا قلت لك بالبداية من دخلت، قلت لك أنا رجل وعد كلامي، نعم. وأنا حقيقة وجدت الجواب لهذه المسألة، ما أكذب. الحمد لله. لكن يا شيخ وليد، سببت أبو بكر كثير، نعم. سببت عمر كثير، سببت عائشة كثير، فكيف يعني رب العالمين يغفر لي؟ يعني طعنت بعائشة حتى بطلت طعن حوالي قبل 3 أشهر من بديت أتابع فيديوهات. نعم. ف يعني يعني بص يا أخي. ماما يعني حقيقة يعني 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 طعنت بالصحابة، يعني طعنت، يعني أنا حتى قبل حوالي شهر جلست بقيت أتابع، يعني تغيرت أفكاري حوالي ذلك. السؤال الوحيد اللي بقى عندي هو هذا التكية نعم. اللي هو هذا، يعني ولقيت الجواب إيجابي. والله وأنا الآن مذهب أهل السنة أقرب إلى قلبي، الحمد لله. لكن يعني ما أعرف سببت الصحابة يا بص يا أخي، وليد، إحنا سببت عندنا الصحابة طعنت. التوبة تجب ما قبلها، بل تبدل حسنات إذا أخلصت التوبة. يعني شوف السيئات اللي أنت عملتها دي كلها، لما فعلا تتوب إلى الله عز وجل، الله عز وجل يبدلها حسنات. أنت حضرتك أنت هتكون أكثر من حبشي، هتكون أكثر منه قاتل سيدنا حمزة، ومع ذلك لما تاب تاب الله عز وجل عليه. فالتوبة تجب سببت ما الصحابة قبلها. كثير يا شيخ. الله المستعان. الله أكبر. ما العمل؟ التوبة، والله احنا مش طالبين منك إلا إنك تتوب إلى الله عز وجل. مفيش طعن في الصحابة، قراءة القرآن، توحيد الله عز وجل هو ده المطلوب، الصلاة الصحيحة والوضوء الصحيح، مش مطلوب منك أكتر من كده. هو هل الله يغفر لي؟ والله ربك يغفر إذا صحت التوبة. طيب واللي سبيت كثير، سبيت الصحابة عندنا، كل جعلتهم ذلك يسبون. يبدل الله عز وجل هذه السيئات حسنات. مش هنكون أكرم من ربنا عليك. نسأل الله أن يغفر لنا. اللهم آمين، اللهم آمين. طيب يعني الآن الحمد لله بفضل الله، أنا أريد أن أصبح مسلما سنيا. قل أشهد أن لا إله طيب إلا ممكن الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأن محمد رسول الله. اللهم إني أتوب إليك مما صنعت اللهم إني أتوب إليك مما فعلت فاغفر لي. واغفر لي. الله المستعان. مبروك عليك الهداية، كسبت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تخسر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله. جزاك الله خير يا شيخ جزانا وليد، وإياك، ربنا يعزك. نسأل الله أن يجزاك الجنة، جزانا وإياك، ربنا يبارك حفظك فيك. الله، نسأل ولا الله عز وجل تنسانا ما من يخلص. دعائك. حفظكم الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. الله أكبر.